السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد، واكيد ما تنسونيش من اللايك والتعليق السمينه ديالكم. ونبداو ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. واول حاجه كنبغي نقول لكم شكرا 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 لكم بزاف على التعليق اللي خليتو لي في اخر فيديو. الناس اللي بقاو يسمحوا لي، شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعوات ديالكم، لهلا خطاكم عليا كيف ما كنقول لكم دائما، شكرا لكم بزاف بزاف. المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم غنشارك معكم ان شاء الله مشتريات ديالي للعيد، فين تقدروا تقداو لوليداتكم. المهم ان شاء الله فيديو غادي يعجبكم وغادي ينفعكم، وخاصني كما قلت لكم فراقه العيد غادي نمشي ان شاء الله عند دريم هوم، غنشارك معكم كذلك الجديد ديالها. المهم خليكم معايا ان شاء الله، اللي درتها اليوم راه اكيد غادي نشاركها معكم. وها انتما معايا، وهنا اول حاجه جيت عند دريم هوم. دريم هوم كاينه في السوق نموذجي ديال المسيره، انا كندخليها من مدخل 4 اللي هو هذا اللي كاين جهه برج الحكمه. المهم تبارك الله لقيتها عجيبه الجديد، ديجا انا كومونديت عند هذاك الكاش ديال الصينيه ديال سيميلي كوير، كومونديتها من داك النهار، خديت لاناب صافي قالت لي راه جا، ونيت خاصني كما قلت لكم فرقه على قبل العيد، وتبارك الله لقيتها جايبه الجديد اللي كيعجبني عند دريم هوم. تبارك الله كتلقاي اخر ما كاين اثمن زوينين اللي كيعجبني في المحل ديالها، ما تلقايش شي حاجه خايبه اولا. تبارك الله كتعزل بحال الا واخده الحاجه لراسها. كومونديت عندها حتى هاد الفوال هذا ديال الصينيه، شوفوا صغيور جاي زويون وفيه الطريزات كثار، وهادو هما اللي قلت لكم كومونديت من عندها. المهم كومونديت من عندها نفس الرشمه باش كيجي كلشي متناسق وكيجي زوين، وتبارك الله عنده بزاف ديال الرشيمات. وشكرا بعدا المتتبعات ديالي كاملين اللي مشاو عندها، وقالتها لي حتى هي، قالت لي المتتبعات ديالك يقولوا فيك كلمه زوينه، كيثقوا فيك. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، والهلا يخطيكم عليا. وكما كنقول لكم دائما ما كنشاركش معكم اي حاجه. هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه لليناب، تبارك الله عندها واحد الاختيار الكبير في ليناب، وعندها احسن نوعيه ديال السيميني كوير. شوفوا راه كديري في لا ماشين كتصبنيه، ما كيوقع ليه والو، ما كيتقشر ما كيتكمش ما حتى شي حاجه. واللي عجبني عندها هو تبارك الله عندها الاختيار، عندها دوغي، بلون كاسي، بيج، برونز، ارجونتي، عندها النوار، عندها تبارك الله فيهم واحد الاختيار لي كبير بزاف. وعندها كذلك هاد الشبيكات هادو اللي كنحطوها هكذا فوق من الطبيله، غادي نحلها دابا في الارض باش تبان لكم مزيان، حيت راكم عارفين الا كانت الطبيله زوينه كنبغيو نبينو داك الخشب، وهذا ما نغطيوهاش. بالنسبه لي انا كندير لا نابيل اللي كانت عندي شي عراضه ولا غنحط الماكله اولا. بالنسبه للشبيكات كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو فنين، كديري شي فاز لواس كتحطيهم هكذا مكمشين، كيجيو زويونين فوق من الطبيله. عندها كذلك لي فوليف. وبالنسبه للفرقه اللي حمقاتني هي هذه، انا ما كتعجبنيش ديك الفرقه اللي كتجي كبيره بزاف، كتعجبني تجي متوسطه كتجي حليلوه هكذا. وشوفوا لي لي فاز، تبارك الله عندها واحد الاختيار كبير في لي فاز في الفراقات. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هكذا الحويجات بلديين، عندها الطيافر هادو تقدر ديري فيهم حلوه مغربيه، تقدري ديريهم تخدميهم على شكل صينيه، تبارك الله حتى هما عندها فيهم واحد الاختيار كبير بزاف. وكذلك هاد لي فاز هادو اللي كيجي ستيل ديالهم زوين وكيجي عصري، تبارك الله عندها فيهم حتى هما واحد الاختيار كبير، حيت شحال هادي من جيت عندها، ملي جيت عندها تبارك الله لقيت الجديد. كذلك بالنسبه لي تيرموس، راكم عارفين حنا مقبلين على العيد، الفطور ديال العيد كنبغيو بريردات جداد، صواني جداد، كيسان ديال اتاي، بغيت نشارك معكم بالنسبه لهاد المعالق والفراشتو هادو كنت خديتهم نيت انا ديجا عندي. شوفوا كنديرهم في لافيسيل ما كيوقع ليهم والو، صدقوا لي فنين، الجوده ديالهم زوينه بزاف. المهم هادو راه خوت ديالي. كذلك عندها المعطرات ديال الدار، عندها البخور، عندها هاد الفخر، خديتوني حتى هو من عندها، تبارك الله عندها البخور زوين، واي ماركه اولا اي عطر بغيتيه كتلقيه عندها، تبارك الله عندها فيهم واحد الاختيار كبير. وراكم عارفين كما قلت لكم حنا مقبلين على العيد، كنبغيو كويسات ديال اتاي، شي حاجه اخر ما كاين، شي حاجه بلديه. اللي عجبني عندها تبارك الله عندها اشكال وانواع ديال الكيسان ديال اتاي، فيهم كذلك واحد الاختيار الكبير بزاف. عندك اللي كيجيو هكذا عصريين، كاينين اللي كيجيو روميين، كاينين ثاني هادو ديال البلار، تبارك الله عندها فيهم واحد الاختيار الكبير بزاف. ان شاء الله ملي غادي نمشي للدار غادي نشارك معكم شنو خديت من عندها. كاينين ثاني هاد الملونين، انا الملونين ما عرفت علاش مازال بغاو يدخلوا لي الراس وحمقوني هادو. شوفوا لي هادو كي دايرين ما شاء الله، فنين فنين فنين، شي حاجه راقيه وكيبانو هماويين وبلديين. انا صراحه خديت هادوك ولكن تندم معايا الحاجه، قلت كون غير خديت هادو، هادو صراحه كيبانو شي حاجه لي واعره وانيقين.
المهم تبارك الله عندها فيهم واحد الاختيار اللي كبير كما قلت لكم، وشوفوا دايره اثمنه اللي جد مناسبه صراحه، صراحه كتصاوب في الاثمنه، عندها زعما داكشي زوين وبثمن اللي هو زوين. وهادو هما الضيافر اللي قلت لكم تبارك الله، حتى هما فيهم رشيمات بحال مثلا تاخذي لانوب كتاخذي نفس الرشمه، ومن بين الجديد كاين هاد الهلال هذا والنجمه، هادو كيجيو هكذا في رمضان في العيد بحال دابا رمضان، ديروا فيهم التمر ديروا فيهم الشباكيه، كيجي الديزاين ديالهم زوين بالنسبه للناس اللي كيبغوا هكذا حطه بلديه. كاينين كذلك ضيافر صغيورين، هادو كيجيو واعرين في الحلوه في التمر، كيجيو في الطبيله زوينين، تاخذي هكذا واحد اربعه ولا سته كيجيو فنين. وبالنسبه للمعالق الكبار والصغار وهذا كاينين ثاني بالديطاي بحال هكذا، يعني الا بغيتي تاخذي كل حاجه بوحدها راه كاينين عندها بالدوغي وبالارجونتي. وعندها كذلك هاد البانس هذا ديال الطبخاري، ما عرفتش واش 20 درهم قيله ولا 15 ليدر، والله ما بقيت عاقله. المهم اي حاجه عجبتكم كديروا ليها سكرين كتصيفطوا عليها في الانستغرام ديالها، راه كتقول لكم الثمن. وحاجه اخرى بالنسبه لدريم هوم، راه كدير خدمه توصيل المغرب كامل. عندها كذلك ليلوش طوغي، وهنا دزت عند محمد، راكم عارفين محمد بونضيف كاين حدا دريم هوم، كانوا خاصيني عنده هكذا شي حويجات. المهم جيت على قبل هاد بابي جينيك، هذا كيكون كومبريسي زوين كيدي مده طويله، قلت لي ديال تركيا ياك، شحال داير الثمن ديالو؟ 29. زوين صراحه الثمن، هادو البرودوي انا راه اللي خداو عباد الله كان خدها، بقيت واحد السيده خداتو من عنده دابا، كيصلح لكل شيء، هذا كيصلح لكل شيء، واللي زوين فيه هو انه كيخلي حتى ريحه زوينه وكيخلي لمعه بحال الفران بحال الثلاجه فوق البوطاجي. فايانس كوش الزيت ام دي اف تاعو، المهم يصلح لكلشي وقتها من غير الزاج، منظف ومعطر، متعادل الاستعمال تقريبا بحال اسبيروكس، صافي ريحته واعره. بالنسبه للثمن ديالو ديال 30 درهم، 30 نخلي لهم 25 طرف ديال 25، المهم اللي جا من طرفي غيبقى لكم ب 25. وخديت هذا خاصني حتى برودوي ديال المان، شكر لي هذا كيدير الرغوة، كاين رغوة مزيان هذا، الثمن ديالو مناسب 13 درهم، 13 مزيان، هذا أول مرة ناخذ التمر عليكم، صافي هذا على ود الغبرة، هذا ديال الغبرة هذا، الغبرة، إيوا هذا الكابتر خرج جداد ديال إسبانيا، هذا راه نحسب لهم الثمن دابا راه ولا غير 10 درهم، 10 درهم، صح. ومحبوب الجماهير اللي كنشارك معكم، المهم حتى محمد قال لي كاع الناس اللي خداو فينا شكروا ياك، شكرا كينقي، عرفتو ان ريا مؤيد غير كيدوز حدايا كضرب لنا واحد الريحه في الفنا، حتى الريحه كتبقى فيه واعره. دير فيها محمد البرومو ديال ديما، واحد ب 50 درهم، جوج ب 80 درهم، راه فيه الزرق وفيه الزرق، انا مجرباهم بجوج ولكن مؤخرا خديت جوج من هادو، واعره واعره الريحه في الفنا، ها هو الزرق ديالو، انا كنت الزرق اللي كنت خديت شحال هادي، ودابا جوج مرات كناخذ هذا حتى هو زوين. وهنا جيت نشارك معكم شنو خديت من عند دريم هوم، كما قلت لكم عجبتني بزاف هاد الفراقه هادي، ديجا عندي لي بونبونيغ بنفس الديزاين، وعاد دوك الديكورات اللي كنت خديت مؤخرا اللي حاطه في الصالون حتى هما بنفس الديزاين، زوينه فن عجبتني انا، ما كيعجبنيش كما قلت لكم دوك اللي كيكونوا غارقين بزاف وكيكونوا كبار. بالنسبه للثمن ديال هادي خديتها ب 150 درهم، عندها هاد القياس هذا وعندها مكبر، واخا هادي راه تبارك الله كتبان لي انا كبيبره. راكم عارفين العيد كنبغيو هكذا فراقه نحطو فيها حليوات، نحتاجها شحال من حاجه. صافي. وبالنسبه لهذه ديال الصينيه كما كتشوفوا جايه بنفس الرشمه ديال لاناب، هذه راه كومونديتها عندها من قبل رمضان فاش كنت مشيت عندها، صافي قالت لي غادي نجيبها لك، هذا باش كتعجبني انا دريم هوم، يعني تلقاي عندها كلشي بديزاين واحد، وعندها كذلك سريبتات، عندها الفواطي هكذا ديال الحمام، كلشي كيجي بديزاين واحد كيجي بنفس الرشمه. المهم جاتني هي هذيك، جاني القياس ديالها هو هذاك كيف ما قلت لكم، راكم عارفين كتجي زويونه هكذا التركيسه فاش كتحطو كيبانو. وبالنسبه لهادو ديال البراد حتى هما فنيونين، وكما قلت لكم كلشي بنفس الرشمه. بالنسبه للكيسه اللي خديت هما هادو عجبوني، هادو ديجا فاش كنت شفتهم عندها في قبل رمضان كانوا عجبوني، جي الشكل ديالهم بحال هكذا فنيونين. بالنسبه للكيسان عندها تبارك الله كلشي فيهم 12، بالنسبه للثمن ديال هادو خديتهم ب 130 درهم، وبالنسبه للفراقه كما قلت لكم 150 درهم، والله الا عندها اثمنه مناسبه، واللي عجبني عندها ما كتلقايش شي حاجه اللي مطليه، فهمتوا بحال دابا هاد الكويسات فنيه صراحه، ما عمر بانوا ليا في شي بلاصه،
وكما قلت لكم الواحد ديما ياخذ هكذا القياس ديال 10 12 باش ملي كتكون عندك عراضه اولا ما كتوحليش. بالنسبه للفوال كما كتشوفوا الفوال عجبني عامر بالطريزات، ديجا دابا عندي الفوال ديال الصينيه وعندي الفوال ديال الطويله، كلشي بنفس الرشمه باش كيجي كلشي زوين وكيجي متناسق. بالنسبه للفوال خديته ب 90 درهم وعندها حتى الكبير كما قلت لكم. بالنسبه للطبيله شفتوا كيفاش كيجي، كيجي زوين كتقادي الطبيله ديالك والصينيه ديالك وكتغطيهم هكذا، كانت عندك شي عراضه اولا كتغطيهم وكتهني، راكم عارفين الغبره حشرات والتشكيل ديالهم كيبان انيق وزوين. ودابا غادي نشارك معكم شنو خديت من عند محمد. خديت هاد لي طابليت هادو ديال فينيش، خديت باكيه صغيره حيت باغا نجربها، حيت قال لي راها بالريحه ديال الحامض وفيها كذلك حتى الملمع، المهم تنجربها ونرد عليكم. خديت هاد البرودوي الزرق ديال الاواني، وخديت داك البرودوي اللي قال لي كيصلح لكلشي وريحته زوينه هاد الخضيضر هذا. وخديت بابي جيني، كان اصلا مشيت على بابي جيني كيعجبني انا هذا، كيجي كومبريسي وكيبقى لك مده اللي هي طويله. وبالنسبه للبخور راني الفخر راني خديته من عند دريم هوم. وهاني رجعت معكم. المهم بعد ما فطرنا كما كتشوفوا راه ظلام الحال، خرجت انا وخاوليتا شحال هادي ما شفتها من داك العام اويلي تلاقينا قبل الفطور وانت كنخرج انا وياها بالنهار وبالليل. دابا انا وانا وخاوله شو وقع لينا، جلسنا حتى انا اصلا سافرت تروينت جلسنا حتى الاخر وانا كنتسنى فيها وكتسناني حتى هي وانت كنخرج صافي. دابا تجمع ليا كلشي، انا خاصني شي صبابيط وصاك الصنيدين جلابه ياك ما بقى صايمه حتى ياك صافي. المهم غاديين دابا للسلام، شوفوا هكذا المحلات ديال الصبيبطات الا لقينا شي حاجه. المهم الا بقيت ما نصور لكم راه غادي نصور وانتم معايا. وهنا جينا السلام كيف ما قلت لكم، عرفتوا تبارك الله السلام كيعامر وكيمروج، عرفتوا كلشي كيجري تقولوا غدا العيد. ولكن اللي عجبني في السلام شوفوا انا ما كنجيش ليه بزاف، ولكن اللي عجبني تبارك الله فيه ميدار وكاين الاختيار. يعني انا دابا في الصبيبطات ديالي انا وريهم كل حاجه خديتها من بلاصه. المهم هنا كنت تلاقيت مع ساره في لوفيت، المهم دخلت ليها ما تقديت منها صراحه والو. ومن بعد دزت مباشره لقيت هنا لبنى، لبنى مولات المملحات الغنيه يعني التعريف، كنتي ما كنشوف جيجي شانيل كتبارطاجيها، وديجا لبنى من المتتبعات ديالي تبارك الله عندها كل شيء زوين. بالنسبه للبنى راه كاينه في الشارع يعني تفاش كاينه لوفيت ومافي بحال غتهبطي الميكس ستاند فاش كاينه هي تبارك الله عندها داك الشيء زوين. ديجا تلاقيت انا وياها واحد السيده اللي الله يعمرها دار وخدامه على راسها وعلى وليداتها الله يسهل عليها، عندها تبارك الله كل شيء زوين. تخاوله شكرت لي المملحات ديالها حتى هي كتاخذهم من عندها. بالنسبه لهاد لي ساشي اللي كتشوفوا معايا كلهم داير ليهم 10 درهم، راكم عارفين حتى في الطبيله ديال العيد كنحتاجو نحطو حويجات بحال هكذا وزوينين اللي عجبنيين شكيلات فنين ومتقونين فيهم الفينيسيون زعما زوينه. وبنكهات اللي هما مختلفين، كاين بالفرماج بالحار بالزريعه المهم تبارك الله بنكهات بالزعتر، وعندها كذلك حتى الحلوه عندها حلوة كاملة. المهم بالنسبة للناس اللي تواصلوا مع سناء يسمحوا لينا تبارك الله، كان واحد الإقبال كبير على سناء اللي كنت خديت من عندها الحلوة تبارك الله، اليوم قالت لي راه حبست لي كوموند وشكرا لكم بزاف، شكرا على الثقة ديالكم. تمر العيد ان شاء الله وغادي تبدا تشد لي كوموند، راكم عارفين ما كتبغيش تحاشم مع الناس، يلا يلا توجد هكذا الناس حلوتهم. وبالنسبه للبنة صراحه هي بانت لي عندها حلوه زوينه، باينه زوينه، انا ما ذقتش انا البهله اللي ذقت غزاله وصغيرة فنة عجبتني لا انا لا خاولة. عندها كذلك حتى الحلوات ديال اللوز، عندها الغريبات، عندها الكعك، هذه هي البهله اللي قلت لكم عرفتوا صغيرة حلوه وبنينه، عندها ريش بوند، عندها صابلي، عندها ديال لوز تبارك الله كلشي عندها زوين. انا غير بارطاجيتها معكم ما كاين لا اشهار لا والو صراحه. السيده كما قلت لكم الله يسهل عليها معاونه على وليداتها وتبارك الله تحت تستاهل البارطاج لان كلشي عندها زوين. الفرماج اها الزعتر بالفرماج وشويه الحار الحار الحبه السوداء كوكو مقليه بالفرماج اللوزه الزريعه كاين الهلال فوماج كاين الاكاجو كاين ليتوين كاين الكورني مفيش دقيق الزريعة واللوز والجنجلان كاين الكوكيز كاين كوكيز بالشوفان كاين كاين لو شوفان كاين
وهنا مشيت هكذا باش ناخذ صبيبات اللي غلبس ان شاء الله مع الجليبة. شوفوا انا ما تقتيش من بلاصه وحده تبارك الله، كي الاختيار السلام عامر محلات عامر بلي ماكازان هكذا ديال الصبيبطات. دارت قارنت الاثمنه شفت هكذا اخر ما كاين وتقديت من محل واحد. بالنسبه ليا بديت كنقيس ما يمكن تحيره بين هاد ثلاثه. ملي نمشي ان شاء الله الدار نشارك معكم شنو خديت. وخديت الريام تاعي السبادري ديالها، ويمكن ما قلت لكم تبارك الله السلام فيه ما يدار، لان راكم عارفين سوق لحد دابا ما كاين فين تحطي فيه رجليك. هنا جيت نشارك معكم بالنسبه للمملحات اللي خديت من عند لبنى. بالنسبه لهادو كما قلت لكم كلهم ب 10 دراهم الوحده، ودقتهم عرفتوا واعرين جداد اصلا. ديجا انا متبعاه في الانستغرام تبارك الله، كلشي كتخدموا يوميا في دارها، داكشي نقي ديال الدار على حقه وطريقه، وكتحسي بالزبده كتحسي تبارك الله داكشي منسم وزوين. صراحه كلشي عندها زوين وعجبوني عجبوني بزاف. والتشكيلات زوينين ماشي كيبانوا ديال السوق اولا تبارك الله مقومين. غادي نشارك معكم شنو خديت من السلام. صراحه فيه كل الاختيار، خديت هذا الشكل هذا في الاخير هذا اللي اختاريت. قولي لي كيفاش جاكم. صراحه كيجيو زوينين هادو وكيجيو انيقين، خصوصا بحال هكا هكذا مع جليلبات، كيجيو مع العبايات كيجيو زوينين بزاف ومريح في اللبسه. صراحه مريح فاش قيستو عجبني. وهادو خلاص راهو ما الموديل دابا اللي لي طوندونس. المهم حتى تقولوا لي كيفاش جاكم. بالنسبه للساك خص ان شاء الله ناخذ الساك في النوار يكون فيه شي ديزاين بحال هكذا تقريبا. المهم ما لقيتش، واقيلا غادي نمشي نشوف صحارى مول. بانوا لي تما، نقدر نمشي ليه اليومين التالي ولا غدا ان شاء الله شفتو فنيون. بالنسبه للثمن ديال هذا خديته ب 330 درهم. وبالنسبه لريهان خديت ليها هاد السبادري هادي، قالت لي جيب لي نيو بالانس وبيض. المهم خديت ليها هادي، هادي اللي خديت لها في الاخر زوينه، والقومه ديالها زوينه مريحه ولا تختيريها كتشرط. بالنسبه لهذه خديتها ب 250 درهم، وباقي ليا الفوق. ريان باقي خصني ناخذ ليها الفوق. انا قالت لي نيو بالانس حيت ما مشاتش معايا، صافي وراتني الموديل اللي بغات وخديتها ليها. صافي باقي ليا الفوق. مشيت حيت ملي سالينا من السنه مشيت انا وخاوله لهذا، مشينا صحارى مول ومشينا لسوق الحريه. المهم ما لقيتش لها والو في اس واي كيكي. صافي قلت نشوف دي فاكتور شي بلاصه اخرى. المهم هذه هي السبادري كتجي على هذا الشكل هذا. المهم هي باغا لبسها تجيها سبور. ودابا غادي نشارك معكم شنو خديت من سوق الحريه. شوفوا ما اشهر ما والو. درت انا وخاوله تعينا كنلقاو غير الحاجه السواقيه، اتضحنا على هذا المحل هذا. علاش بارطاجيتو معكم؟ لان لا انا لا خاوله عجبنا التعامل ديالو، صراحه تعامل زوين. راه ما نقولش لكم كيردينا ليه المحل كنجبدو كنبقي كنشوفو زعما البيسات وهذا تبارك الله عنده بياسات واعرين، عنده البلدي واعر ديال الوليدات الصغار وديال الرجال، قنيضرات جليلبات تبارك الله عنده واحد الاختيار اللي هو كبير. والتعامل عجبنا بزاف التعامل ديالو. بالنسبه للمحل المهم دخلنا مع سوق الحريه، مع كندخلو مع الباب الرئيسي اللي مورا مرجان كندورو على اليسار وكنمشيو نيشان. بالنسبه للمحل سميتو قفطان المعلم، خديت من عنده جابا دار الاياد وعرفتو راه عنده اثمنه مناسبه. خديت الاياد هاد البليغه هادي، عرفتو ريحه الجن باطيه على الجهه هانت. خديت الاياد هاد البليغه هادي، كنت باغا ليه الشيبي ولكن لقيتها صغيره عنده. وخديت ليه هاد جابا دار هادي، راكم عارفين الصباح ديال العيد كيبغيو هكذا الوليدات يلبسوا البلدي، وديك العشيه ملي يكونوا خارجين هذا كيلبسوا الحوايج ديال العيد. صافي ديجا هي شحال هادي صراحه ما خديت ليه البلدي كلشي صغار عليه. خديت ليه هاد جابادور هادي، عرفتو توار تا خاولات تقدات من عندو حتى تشارك معكم شنو خدات من عندو. وحتى الا بغيتي مثلا راجلك وولدك ولدك هكا ديري لهم ماتشي ماتشي، راه كاين عندهم تبارك الله الاختيار. يعني بحال دابا هادي كتلقيها ديال واحد كبير، يعني كما قلت لكم الا بغى مثلا يلبس هو وباباه نفس الموديل راكم عارفين كيربحو التصويرات بحال هكذا. صافي خديت لي هادي، عرفتو التوب ديالها واعر ومبرد. وبالنسبه للسريوير كيجي على هاد الشكل هذا، ها نتوما فنه 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 جبادور عنده فنه. لقيت 3 بياس، كاينين لي بالسلهام كاينين عندهم موديلات صراحه لي زوينين بزاف. المهم هادشي ومازال ما ساليت. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الثمن، تقاموا عليا جبادور مع البلغه ب 200 درهم، جبادور خلا عليا ب 150،
وهذه خلا ليا ب كانت دايره 70 بقات عندي واقيلا بياسه وحده خلا ليا ب 50 يعني هذا الخير كامل كما قلت لكم بجوجهم ب 200 درهم. باقي ليا ريهام دابا انا علاش خديت الاياد الشيبي باش ان شاء الله غادي نلبس يلاه كتاب ان شاء الله الا كتاب لبستيك العبايه الشيبيه اللي فصلت ليا سعاد مع غادي الريهام بحالها غنديروا ان شاء الله ماتشي ماتشي ونديروا هكذا تصويرات مجموعين هذا باش خديت الاياد جبادور هكذا مخدومه بالشويبي صافي باقي ليا دابا غير بليغه للريهام خاصني ليها بليغه في الابيض ولا في لارجونتي على حسب نيت العبايه وباقي ليا انا الصاك وباقي الريهام الفوق تنعاود نخرج غدا ان شاء الله عرفتوا انا هادشي كله كنت باغا نديرو قبل رمضان ماشي قبل في الاول رمضان ولكن مع السفر الخاطر ما كاينش ترونت صافي هذا باش خليت داكشي حتى لدابا ولكن الحمد لله زعما وحاجه اخرى شوفوا سوق الحريه والله الا رخيص شوفوا راه غايبه لكم كثره السواقي ولكن خصكم غير تقلبوا مزيان راه كاين فاش تعزلوا الاثمنه زوينين لا بالنسبه للبدي ولا بالنسبه للعصري بيجامات تبارك الله سوق الحريه عامر عرفتوا راه شحال هادي ما مشيت ليه ملي مشيت ليه اليوم تبارك الله بان ليا فيه ما يدار اصلا حتى ماما قالت لي قالت لي راه فيه حويجات الوليده الصغار رخاص وصافي هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يعجبكم وما تنساونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم وهنا غنقول لكم السلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.